صباح الخير، عاملين ايه؟ جيت لكم من اجمل مكان بحبه جدا وغالي على قلبي، وهي بورسعيد. بصوا انا هنا، دي هنا بورسعيد عند المعدية، واتفرجوا بقى على جميع تقل النورس. التقل ده جميل جدا على فكرة، هو دايما بيتواجد قرب الشواطئ عشان طبعا هو بيتغذى على السمك. بس عجبني قوي، بصوا الجمال ده بقى، لون البحر الجميل مع السمك لونهم حلو قوي قوي. يا جماعة انا اصلا بعشق بورسعيد، ليا فيها ذكريات كتيرة قوي من وانا صغيرة، خصوصا طبعا المعدية جميلة جدا جدا، مين بيحبها زي. البحر طبعا هادي جدا على الرغم ان احنا في الشتاء. طبعا كلنا عارفين بورسعيد الجميلة، كلنا اكيد رحناها، بنجيب منها بقى الهدوم والشامبوهات والحاجات الطبيعية اللي احنا كنا بنعملها واحنا صغيرين. بس انا بالنسبة لي بورسعيد بجد عايشة، بحبها جدا، حبيت بقى تستمتعوا معايا بالمنظر الجميل ده والطائر النورس العسل ده، بجد منظر يعني يرد الروح كده، عارفين اللي هو ايه، حاجه كده جميله قوي ان انتوا تصوروا البحر والسماء وكمان معاها طيور حلوه قوي بالمنظر ده. انا بحب قوي الطبيعه. بصوا بقى جمال المراكب دي اللي واقفة هناك، دي جميلة قوي بجد، منظر تحفة. في كمان مركب تانية قدام، صوت الطيور دي عاجبني قوي بجد، طائر النورس ده من أجمل الطيور اللي ممكن تقابله. بصوا في مركب تانية هي جاية علينا، البحر هادي وجميل جدا. عليها سينا 7 مركب العديد. هسيبكم بقى تستمتعوا بالمنظر الحلو قوي ده، وان شاء الله كده يعجبكم الفيديو، وما تنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم قوي وهتوحشوني جدا، لحد الفيديو الجاي اشوفكم على خير، وباي باي.